هلو شيف فادي، صباح الخير. كيفك اليوم؟ منيح الحمد لله. انا عم شوف في كوسه، في لحمه، في بصل، يعني معقول تكون اليوم الغدا محشي كوسه او لا؟ قريب على المحشي كوسه. شو انا سميها؟ البيف شاكرول، يعني لحمه الشاكرول طحنينها فرمينها على الناعم دورين، راح الكوسه بزيت زيتون نشويهم شوي، وراح اللحمه نقليها بالبصل والثوم، وراح احط لها دبس الرمان والبهارات تبعوله، نرجع نعمل رز بشعيرية، وكمان رح نعمل اللبن رح نزيد له بيض والكورن فلاور النشا. ليه رح نزيد له بيض وكورن؟ كرمال يشد ويعقد معنا، بس أوكي. اكيد البيض والنشا بنحطهم على البارد مع اللبن، نرجع بنعقدهم اكيد مع اخر شيء بنحط كزبره وثوم كرمال هيك ننكههم اكثر. يعني الكوسه رح تكون منفصله عن اللبن؟ الكوسه منفصله عن اللبن، رح يكونوا الكوسه انا رح اقطعهم تقريبا مكعبات سلايسات، بنشويهم، بنحط اللبن فوقهم، والحشوه يعني هي اللوز واللحمه والبهارات رح يكونوا كمان فوق الكوسه، يعني كيف الحشوه بتنعمل بس نحن زايدين للوز، وكل الهدف منها هيدا انه هيدي صحيه. بتعرفي انه اليوم كنا بيعمل دايت بيمنعوه ياخذ المرق تبول الطبخ، مشان هيك انا ما رح يكون فيها مرق البندوره، مرقه البندوره فيها رح يكون في هالكوسه شوي، واللحمه واللبن هو الباز رح يكون، يعني ما رح يكون هالمرقة الحمراء، يعني تتكون كيف نعمل كوسة المحشية ومسلقة سلق بالرب البندورة والمرقة الحمراء. على كل الأحلام هدف من هذه الأكلة، وسريعة وصحية، يعني ما فيها كتير هيك قصص تقيلة. 100% على كل إن إحنا بحاجة شايف نكون عم ننوع بأكلنا بكل الجمعة، وما في أطيب من الطبخ. شو حال إذا كانوا من إيديك؟ رح أتركك أنت والمشاهدين لكن لأنه حضروا حالهم، أكيد حضروا ورقة وقلم ليكتبوا كل المكونات، ونحن بنرجع أكيد نجري عندك. مرسي أنت. يعطيك العافية. شكرا. صباح الخير. اليوم رح نشتغل بالكوسة، طبعا في عنا هالعشر حبات كوسة رح نشويهم شوي هون بالمقلية قدامي، حاطين زيت زيتون ورح نشويهم، ما رح ننقرهم أو نشيل اللب منهم، رح نستفيد منها كلها من المكونات اللي بقلبها كله. وكمان أكيد عنا هون اللحمة أنا المغطية، لحم المفرومة، لحمة البقر، كمان رح نطبخها بالثوم والقلية، الثوم والبصل، أكيد حاطت أنا هون زيت زيتون، بنقليهم كلهم مع بعضهم، بنرجع كل آيتم رح نشتغل فيه لحاله، بنرجع نجمعهم كلهم مع بعضهم، وأكيد حدهم رز بشعيرية، أكيد رح يكون اللبن بيلبق مع رز بشعيرية وبيلبق مع هالأكلة اللي عم نعملها قدامنا. رح ننطلق هلا، أول شيء نقوي الغازات ونبلش. فعنا هالكوسة مثل ما شايفين قدامنا، راح نقصها اثنين، اكيد بنشيلها جنب من ورا وجنب من قدام شوي، وراح انا هيك اكسها شوي صغيره بالطريقه، هيك نعطيها شكل اوكي، والباقيين راح اكيد قصهم بطريقه رونديل او اجمعهم اثنين. هلا بعمل تقريبا ثلاث حبات بهالطريقه كرمال البرزنتيشن، وبنرجع الباقيين بنطبخهم كلهم مع بعض. هلا رح بلش احط انا هالكوسه، ما قلنا بنقكسهم، نعمل زيح باراليل على بعض يكونوا، ونحطهم هون حدنا. اذا الكوسه بنقصها اثنين، ما نشيل شيء منها، هي حشوتها الكوسه كمان بيعملوا منها طبخه، نحن رح نشويها كله. اكيد الكوسه بكون مغسل ومعقم ضروري، حيلا شيء ايتم خضروات نشتغل فيه اكيد نعقمه قبل. اذا بنشرح الكوسه من جوا بنقكسهم، يلا هول ثلاث حبات صاروا جاهزين، هول اول ثلاث حبات طبعا للبرزنتيشن، وهلا الباقيين رح قصهم بهذه الطريقه، طريقه رونديل. جمعهم حدي هون. فعندي بالمقليه الثانيه رح احط هلا كمان قدامي في هون البصل تنعمل قليه، البصل والثوم كمان فرمهم انا ناعم، رح احطهم هون، كمان حاطط شوي زيت زيتون ملعقه صغيره، هيدي القلي
وبالطنجرة مثل ما قلنا رح نحط اللبن. اللبن رح نحطه، رح نزيد عليه بيضتين كاملين، ملعتين من النشا. هو كلهم بنحطهم على البارد مع بعضهم ونحركهم بشريط خفق، اوكي، لانه البيض ما فينا نزيد البيض والكورن فلاور بس يكون اللبن سخن لانه بقرشه او ببرغله، فاذا بنحطهم على البارد ضروري. ونحن بس نحركهم مزبوط يتفاعلوا مع بعضهم، بنرجع بنحطهم على النار على نار خفيفه هيك بشدوا هالمكونات مع بعضهم. هون الكوسه مثل ما شايفين عم نقطعها. هلا رح ملحهم شوي كمان كرمال يبقوا ميتهم، بصير هيك اهين بالشوي. رح وزعهم على اللوحه هون قدامي. هلا الحبتين الباقيين رح اتركهم عايزهم بغير شيء. هلا رح اجيب الملح نملحهم كلهم. الملح بساعدنا مثل ما قلنا تا تفرز ميتها هالحبة الكوسة. نحنا قطعناها كمان بتساعد انه اسرع تفرز ميتها. هون مثل ما شايفين بصل والثوم. شو رح زيد هلا تنقوي طعمتها اكثر واكثر؟ لوز، لوز الناي كمان رح زيدهم فوقهم، كمان بيعطونا نكهه. قبل ما زيد اللحمه كمان بيعطونا نكهه طيبه مع هالقليه. اكيد اذا في صنوبر اطيب واطيب. هزيد شوية زيت زيتون هيك تيشقروا أسرع. حرك مزبوط عطول المكونات على النص، بكون حرارة قوية على النص، عطول المكونات مجمعة كلها على النص بالطريقة. تمام، هيدي الطنجرة أنا مثل ما قلنا طافي تحتها، رح جيب اللبن هلا وبلش زيد هالمكونات عليها واخفقهم مع بعضهم. لبن عنا 2 كيلو من لبن بقر الطبيعي، رح سقطهم في الطنجرة. كورن فلاور والبيض اذا بيضتين، لكل كيلو بدهم بيضه واحده، نحن 2 كيلو حاطين. غير الكف. هلا رح احط الكورن فلاور كمان ملعقتين كبار، برجع بخفقهم بشريط الخفق مع بعضهم اكيد مع ملعقه ملح صغيره. سوري، شوف عم بعذبونا اليوم. وزن قلنا شو ملعتين كبار. هاي ملح، نبلش ملعتين صغار كمان. هون الكوسة مفروض بلشوا يشقروا ياخذوا لون. هول بعد بدهم نتركهم. خلي يستوى على رواق. هون بشريط الخفق بلش نخفق اللبن والبيض والكورن فلاور والملح. بتمنى انا طافي تحت الغاز، ما بدنا يكون داير اكيد لانه النشا والبيض ما بدي اطبخ البيض انا. هلا
بس يمزجوا مع بعضهم بيصير فينا ولع تحتهم على الرايق كرمال يشدوا مع بعضهم. هيدا هي النتيجة، اختفى النشا، ما برغل لأنه النشا حطينه على البارد مع اللبن ما ببرغل، والبيض ما بدي ينطبخ أنا، بدي استفيد من الفوم تبعه وبساعدنا أنه تشد هالأكل. هلا صار في ولع تحتهم على نار متوسطة. هون البصلة مع اللوز بدي أحط لهم كمان ورقتين من الغار يعطونا نكهة، لأنه هلا بدي زيد اللحم المفرومة فوق. نحرك شوي القلية هلا رح جيب اللحمة وبلش زيدها فوق. هاي اللحمة وش فخذ يعني شكرول، بهاراتنا نحطها طبعا، عندي 7 بهارات، بهار اسود وملح. واخر شيء بس هالمكونات كلهم ينطبخوا مع بعضهم اكيد ما في لنا غنى عن دبس الرمان. دبس الرمان بنحطهم فوقهم كمان اخر شيء لانه تنعدل النكهه قد ايه بدنا نزيد دبس الرمان او لا. هلا هاللحمه عم تنطبخ مع اللوز البصل والثوم. اللبن حدنا مثل ما قلنا، حطينا النشا والبيض كمان بدنا اياه ينطبخ. ما بنوصل لمرحله يغلي كثير، يعني اول ما بنحسه بلش يعمل بابلز هاللبن بنطفي تحته بنتركه على جنب. بس بدنا نقدم هالطبق مع الكوسه هالحشوه ساعتها بنرجع بنسخن وبنسكب كرمال ما يبرغلوا معنا. ما بدنا نوصل لمرحله انه يبرغلوا معنا، فاذا اول ما يعمل بابلز اول غلوه دغري بنطفي صفاه بكون عقدت ومشي حاله. هون اللحمة طبعا بدنا اياها تستوي مزبوط، وفي عنا هون الكوسة اول مرحلة اللي هو البرزنتيشن انا عملتهم بهالطريقة، رح استويهم مزبوط على الاخر. على الاخر برجع بالفقرة الثانية رح اشوي الباقيين، بكونوا مثل ما شايفين هلا بلشوا يبقوا ميتهم. اذا بتحسوا عم تعرق حبة الكوسة من ورا الملح اذا مبين عليكم على الهواء ضروري هيدا بساعدكم بالشوي وبتكب كل ميتها. فاذا مثل ما شايفين الملح اشتغل دوره، اكيد ست البيوت بيعرفوا هيدي المعلومه بس نحن ستات الجداد عم نخبركم. فاذا هلا رح نتركهم يفرزوا ميتهم اكثر واكثر، بكون استوى هالكوسه قدامي رح ارجع اشويهم هون. واكيد بالفقره الثانيه في عندنا سلاد البوتيتو، بكون استوت اللحمه ونخبركم شيء جديد على الفقره الثانيه. بريك ونرجع نشوفكم بالفقره التاليه. رح نواصل مثل ما شايفين اول فقره، نحن كنا عم نشوي هالكوسه قدامنا، في قسم منهم قطعناهم طوال والباقيين قطعناهم روندين، عم نشويهم شوي. نحن ما نقرناهم او شيء بس عم نشويهم شوي. عملنا قليه من اللحمه مع البهارات وحطينا اللوز معهم كمان صاروا على جنب. كمان حتى عملنا اللبن، لبن حطينا له نشا وبيض على البارد ورشه ملح حطيناهم كمان على جنب بس غليوا تركناهم باخر مرحله بنسخن وبلش نسكر. هلا بدي اخلص اكيد بعد ما حطينا ملح كمان على الكوسه وبقوا ميتهم، هذا اللون الاشقر هيدا اللي بدنا اياه. الكوسه استوى، هلا بدي اعمل رز بشعيريه وبدي ارجع اعمل البطاطا اللي انا سلقتها. بدنا نعمل بوتيتو سلاد. هيدي البطاطا رح انا زد لها البازيلا قدامي وراح اطحنهم مع بعضهم تطلع لنا هيك طعمه مع الزبده طعمه طيبه، ونرجع نعمل قليه من الخضره ونجمعهم كلهم مع بعضهم. اكيد راح يكون الخس اساسي معهم. هلا هون انا حاطط زيت زيتون، راح احط الشعيريه بهالوقت بشقره. هلا راح اقرب البطاطا لحد والبازيلا تنشتغل باراليل كل القصص. هون رح بلش نزل البطاطا المسلوقة مثل ما قلنا انا سلقتها بوقت البريك، نقشرها ونسلقها عادي.
ما شايفين بعدها سخنة. سقت البطاطا، رح احط البازيلا معهم وكم شقفة من الزبدة، طلع لنا نكهة كثير طيبة. خليني نقسمهم على مرحلتين. هون الزبدة كمان رح احط شقفتين. كلهم رح نضربهم مع بعضهم. ممتاز، كفي القسم الباقي. تقريبا انا سالي 4 روس بطاطا. هيك بصيروا مثل العجينة. الزبدة بيعطيها الدسامة، بيعطيها الطعم الطيبة. هون فينا نحط زيت زيتون، بس الزبدة على طول كل شيء هيك عم نطحنه مع البطاطا مع البوريه أطيب. نزل الباقيين كلهم. عظيم. كمان البازيلا والزبدة. هون شعيرية حدي كمان صار لازم حركها. طبعا شعيرية بدنا اياها تشقر مزبوط. أنا رسم غسله نقعه نص ساعة تقريبا. هيدا رز صفيته، هلا رح ضيفه دغري على شعيرية. حطيتهم مع بعض. ملح 2 صغار. هلا اجيب المي. على طول المي تغمرهم. يعني عندنا نحن كوبين من الرز، بنحط 4 كواب مي اكيد، معلقتين صغار من الملح، وهيدي هي. عندي هون كمان الكوسه، رح شيلهم على الصينيه لحد اللي انا باول فقره مثل ما قلنا لكم شويت هالكوسه بس هول البرزنتيشن هيك 3 حبات كرمال نشويها شوي. اوكي شويناها كرمال البرزنتيشن، والباقيين قصيناهم رونديل رح يكونوا ميكس مع اللحم المفرومه واللي حطينا اللوز كمان معه. هلا رح احطهم على جنب بهالطريقه، رح فوتهم على الفرن تيكفوا شوي على الاخر، وبنتركهم هيك على نار خفيفه كرمال نقدمهم سخنين بالفقره النهائيه. هلا انا بدي كفي طحن هون البطاطا والبازيلا كرمال البطاطا والبازيلا رح يكونوا بالسلطه. رح اعملهم بشكل بولز انا، واعملهم هيك مثل حفره بقلبهم، ورح نرجع في عندي الكوسه والفليفله والجزر قليهم كلهم مع بعضهم، ورح احطهم بقلب هالبطاطا والجزر اللي عم نعملها نحن هون.
ضيفنا هلا. في ناس بيسألوا ليه طحنا البازيلا أو فينا البازيلا ما نطحنها؟ فينا البطاطا نحط لها حيلا نوع تاني أخضر، يعني بدنا نطيب البطاطا، أنا ما بدي إياها بطاطا سيمبل، أنا حطيت لها البازيلا تنهكها أكثر نعطيها طعمة، فينا نحط الشومر، فينا نحط البقدونس، فينا نحط حيلا نوع أعشاب الروزماري مع هالبطاطا وبنعملها سبور وبنرجع الباقيين الخضرة فينا أكيد إذا بدنا البازيلا كمان نقليها معهم، فإذا هيدي النتيجة طلعت لنا اياها اكيد انت ما شفتهم نحن مكونات طبيعيه ما حطينا طحين او حطينا شيء هيك فتماسكت مع بعضها شكل بدنا اياه فينا نعمل اياه هلا بنرجع بنحط هالخس حدهم وكمان رح نعمل قليه رح نعمل قليه نحن من الخضره الباقيين هلا رح نروح عند زميلتنا بيرلا نكفي الفقرات التاليه يلا انا رح بلش اسكوب لانه اطباقنا صارت جاهزه عندنا الكوسه استوى اللبن جاهز اللحمه والرز اكيد هلا بدي ركب السلاد بوتيتو بيف سلاد يلي نحن البطاطا كنا سلقناها وزدنا لها البازيلا وطحناهم مع بعضهم مع بورشون بالزبده رح احطهم هون بالصحن مرحبا اهلا وسهلا هاي شيف موجود موجود بتشهي انا بحب الكوسه المشويه فكرت بتقولي الكوسه محشي لا كمان ولبن. الكوسه المحشي هي من الطبخات المفضله عندي هون انا بعمل كوسه بلبن وزع البطاطا مزبوط بيجي عنا اللحمه هلا عم نزين الطبق شيف عم نسقوا هيدي هيدي البوتيتو بيف سلاد اوكي عامل سلاد ما قلت اللي عنا ما لحقنا سوري بحب يفاجئك شيف هيدي اللحمه المفرومه اوكي مع اللوز اللي كمان رح نستخدمها للطبق الاساسي وعندنا البطاطا نحن ضفنا لها بتقولوا لون لونها هيك ميل شوي على الزيته ضفنا لها نحن البازيلا وطحناهم مع بعضهم اوكي مع بورشن كنا عم نتساءل هيدي شو معقول تكون بطاطا معقول ايه معقول افوكا ما عدنا نعرف شو وعندنا هو الخضره اللي عملناهم صوتي اوكي كمان رح احطهم على وجه اللحمه بازيلا وكوسه وجزر مع شو حاطين فيهم بهارات او صوص حطينا زيت زيتون اوكي بهار اسود بهار اسود اوكي تلميذه شاطره انا حفظت الدرس انت بالمطبخ كثير هيك عامله تقدم انيتا بحب يعني ما بطبق كل شيء اكيد بس انه ما عندي مشكل بحب اطبخ من وقت للتاني هيك بنكبسهم شوي صغيره شو بدك ساعدك انا بدنا مثل العاده الرز نسكبهم بهالكويكيبات حدك يلا مع الملعقه هون ونحطهم كمان لا خلص لحنه موجودين حدك في صحن عندك؟ ايه البوليت نكبو شوي هلا هي بدك صحن انت تحط البول فيها ما هيك؟ ايه الصحن المبروم اوكي هلا الشيف بس هالمرة بدنا نحط بدنا نحط الكاسة بنص الصحن تحت حواليا نحط الكوسة والصوص اوكي على الزبدة هلا هيدي فينا نشيلها صار انا فكرت مهمتي بس تقتصر على سكب الرز وبتحب المطبخ اوكي فإذا هيدي البطاطا والسوتة روعة اوكي هلا بضل فيه نخس نو سلاد بلا خس ما بيمشي الحال صوص شو رح تكون؟ صوص لبن رح احط له لبن رح احط له سلاد رح احط زيت زيتون انا قصدي للسلاد فكرت للطبق الاساسي هون بده زيت زيتون دبس رمان بس اوكي يعني نعبي له حواليه بالخس نلون خلي هذا عندك بس يكبس مزبوط هلا بدي اعزبك بزيت زيتون بس هيك تفضل القنينة انيتا تربي ايد وحده ما بتزقف زيت دغري على السلاد رح تحطها صح؟ صح اوكي نوزع هون تفضل
هي البطاطا بالبقلة زيت زيتون، الخضرة بالبقلة واللحمة أكيد، شوية من دبس الرمان. هلأ هيدا الكيسس عارفين عم تشيلها عن الصحن؟ فينا. هيدي أول سلاد فينيتو، رح نعمل واحدة تانية سريعة مثلها. مش الحال؟ ايه أخذ الشكل؟ ايه دغري فيك تشيليها، أنت مش يلا بدنا واحدة تانية كمان، نعمل صحنين فد مرة. يلا سكبت واحدة تانية شاف. يلا عظيم. هلأ السلاد كمان هلأ نبلش بدك زينه على طريقتي؟ بنحط الكوسة هون، بحول ملقط هون حدنا. اوكي بنحط الكوسة حواليه على مدار الرونيت او التوال. خلينا نبلش بالرونيت والتوال لاخر شيء. هون بطاطا. بتحب المطبخ انت؟ كثير. لازم نعوضك بيرلا. فيك تكتري شوي؟ ايه اكيد رح كتري. بيرلا نحن بنحب المطبخ، بيرلا بحب الطبيعة. العلايقة وال على العربيشة كنا نحكي عليها مع زميلنا. ايه انبسطت زيادة. طلبتها منه شيف ليجيب لها مثلها إلي زيادة. تزرعها بلكون البيت. الله راد. يلا هولي بالعادة. بالفوق على البلكون. بدك تسقيها بس. هي ما بتحب المي كتير. مكتير. شو كمان فارلو؟ هلا رح نترك وقت الكيتشن للكيتشن. هلا الخس هون. هيدا نفس السلاد. وي اثنين. تمام زعلك. كل واحد بورشن. نجي نحط لها زيت زيتون. الفرن شاف داير. مش الحال، كانت المقلاية جاية على الفرن. فكرت الفرن هونيك داير. أنا الفرن هونيك مدفي. يلا أنا زهقت شاف، كل وقت أنيتا عم بتساعدك. هلا هلا أنت بتحضر السفرة. ما عرضتي خدماتك بيرلا. أوكي وين زيت زيتون؟ شاف أنا خلصت ال بسم الله عليك. قل لي شو بدك تعمل تساعدك بعد. يلا فاذا زيت زيتون ودبس الرمان هي الصوص. صح هون دبس الرمان بنزيده على اللحمه تنزيده. ليه انت بعد ما دقتي وهيك ريحه. يلا فينا نحطه هون قدامنا، فينا السلادات ناخذهم. يلا يلا فعلا بدنا نعذبك فيهم، هيدا تاسك. بساعدك؟ لا يا هون نشيل. إذا بدك أنت بتزين صحن وأنا بزين صحن. يلا أنا رح أحط هون أول شيء نخلط اللحمة مع طيب أنا رح أنتركن هون بهالوقت. أوكي رح أجيب ملعقة تانية شاف. يا بساعدك. هون اللحمة رح أحطها نوزعها على الصحن. شاف بس كوسا فينا نكتر أكتر ما هيك؟ فينا نكتر. هلا لبورشن لصحن لشخص بزياده، واحد اذا بحب الكوسه اكثر من اللحمه. طيب والكوسه الطويله كمان كان فينا نستعملها على نفس فينا نزينها هلا على الوجه. نزين فيها هلا. اوكي. اذا بدك هيك احسن. يلا ماشي. هلا هذا اللبن احطهم على اللحمه. بعد هيدا بحط له هيك اللوز بعد. ايوه هيك ما هيك الدعمه. هيدا لإلها لانه دعمته منيح. لا قولوا ولا مثل بعضهم. بتعرفوا القعده حلوه من هون واخر شيء وين بدك يوصل اللوزات على اللبن او وين؟ على اللبن. والكزبره انا. يلا. انيتا يلا تفضلي. طبقنا صار جاهز شيف. لكن اليوم عمل شيف يعني مثل الكوسة بس أكيد على طريقة مختلفة. يعني هي شيف أغراض الكوسة بس موزعين. لا أغراض الكوسة فينا شيف. يعطيك ألف عافية، عزبناك اليوم.
كان بعد بده كزبرة هذا الطبق بس يلا ما عليه. ما بيأثر، أنا ما بحب كثير الكزبرة. طيب لكن أنا بس واحد إلي واحد. أوكي شيف بدنا نتشكرك على هذه الأطباق المميزة. اسم الطبق شو هو شيف ترجع بتذكرنا بس؟ هو بيف شاكرول مع زوتشيني، زوتشيني أنا مع الكوسة. فإذا كوسة وتوابعها. ثانك يو شيف، ثانك يو بيرلا على هالحلقة الكثير كانت ممتعة، استمتعنا اليوم، إن شاء الله نكون مشاهدين قدرنا فدناكم وضحكناكم وفوتنا البسمة على بيوتكم أكيد، ونكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة. ملتقانا بيتجدد معكم أكيد بكرة ابتداء من الساعة 8، كونوا على الموعد. باي باي، صحتين.